عليهم، ما عملوش حاجه، ما فيش اي سبب لاي حاجه ولا احتداء ولا اي حاجه من اللي بيقولوه. شفنا كان الأطفال الأبرياء بس، الأطفال والعروسة اللي كانوا حاجة اللي سعيدة، والعيال والبيت واللي عزمت على بنتها عشان كانت بتكافح ويا بنته عشان أختي أجوز أختي يلا وأجيب لبنتي تتجوز يلا.